هذه الحياة يا ناس فيها دروب كتيرة، دروب بلا حراس، فيها الشر وفيها الخيرة. هذه الحياة يا ناس فيها دروب كتيرة، دروب بلا حراس، فيها الشر وفيها الخيرة. وانت يا ابن آدم تختار، تختار بين الدربين، ربك عطاك العقل والسمع والعينين. هذه الحياة نحنا معاكم كل يوم، نحكي حكاية مفسرة تشرح حياة أشخاص أحوالهم متغيرة. نحنا معاكم كل يوم، نحكي حكاية مفسرة تشرح حياة أشخاص أحوالهم متغيرة. منهم وصل بالصدق في دروب سهلة ميسرة، ومنهم حياة غش تابع دروب معسرة، تابع دروب معسرة. وانت يا ابن آدم اختار، اختار بين الدربين، ربك عطاك العقل والسمع والعينين. هذه الحياة حكايتنا لكم، نحيا بخيط من الأمل، بس الأمل بشروط جد واجتهاد وعمل. هذه حكايتنا لكم، نحيا بخيط من الأمل، بس الأمل بشروط جد واجتهاد وعمل. واحنا يا ابن آدم نختار، نختار بين الدربين، ربك عطانا العقل والسمع والعينين. هذه الحياة من؟ ها؟ تليفونك، يلا بسرعة بسرعة. زين زين زين، هذا وقت تليفونات هذا. وين التليفون هذا بعد؟ اي الو الو، نعم ايه نعم، انا سليمان بن عبد الله. خير ان شاء الله. ها مركز شرطه؟ خير ان شاء الله. خليفه بن سالم، ايش فيه؟ اي ايوه ايوه، عارفه عارفه. اي نعم عارفه، خليفه بن سالم من سمايل. اي نعم. بدر؟ من هذا بعد بدر؟ لا ان شاء الله ان شاء الله، دقائق وبكون عندكم في المركز ان شاء الله. بس لو سمحت، ممكن أعرف إيش تهمتهم؟ التسكع. التسكع؟ هي نعم. منو بيا ولد التسكع؟ يعني دواره، يعني هياته يا أمي. ليه؟ مثل الواحد اللي ما نقل ردات. زي يا ولدي، ما قلت لي تو هذي لما خليفة حانوا حبسوهم يوم ما لقيوا عندهم شيء. ترى اللي فهمته يا أمي من الشرطة إنهم شافوا خليفة وبدر جالسين يدوروا في الشوارع ونصاصيف الليالي، يصدوا على هذا البيت ويشوفوا على هذا البيت، ما عارفين من هين جايين ولا هين سايرين. وعاد الشرطة ترى من حقها، من حقها إن تمسك أي واحد تشتبه فيه. صحيح. وتحقق معه وتشوف إيش عنده. هي والله صحيح يا ولدي. وتوقيف أي شخص مشتبه فيه يا أمي يعتبر منع لإمكانية حدوث أي مشكلة في المجتمع، ولا حالهم خلايا الشرطة لخدمة الشعب. هي والله
مسكينة هذه أم خليفة، ما سادنها أبوه فيها، يجي ولدها ويطلع مال سجون بعد. الله يكون في عونها يا أمي، الله يكون في عونها. عاد نحن أول ما سمعنا الخبر رحنا وطلعنا خليفة بكفالة، لكن علي يا أمي إذا ما رجع خليفة يكذب عليها وتصدقه وتدلعه، لا وتدافع عنه بعد. سميك يا خليفة ما سويت شيء. صدقيني يا أمي ما سويت شيء. كيف ما سويت شيء؟ كيف؟ خذ عني ما أبغى أشوف وجهك، ترى شيبتني يا خليفة، شيبتني، عذبتني. بصراحة أمي أنا ما أتحمل أشوفك بهالطريقة هذه وعلى الحالة هذه وتبكين بعد. أصلا الشرطة ما ممكن يمسكوا حد من غير سبب. ترى هذا اللي استوى، يعني هذا الشيء ما استوى عند كل الناس، إيش معنى يستوى عندك أنت وربيعك؟ لأن الله يسلمك، إحنا الفلوس اللي عندنا خلصت عشان نرجع سمالي مرة ثانية، وقلنا نتمشى في الشوارع طول الليل حد ما يطلع النهار ويحل هالحلال. والريالات اللي أعطيتك إياهن إيه سويت بهن؟ ها؟ إيه الريالات هذه الريالات راحت. إيش؟ راحت؟ وين راحن يا خليفة؟ ها؟ أنا بخبرك، أنا بخبرك يا أمي العزيزة أنتي، أنا بخبرك. الله يسلمك، أنا هناك عزمت رجل مهم ولو مكانتي يعني عشان يساعدني في الشغل اللي خبرتك عنه. فعزمت في مكان راقي يعني، وفعلا الرجل ما قصر ووعدني وقال لي يعني يا خليفة الشغل موجود وجاهز ورحنا مع بعض بالشركة. يعني الفلوس؟ صبري يا أمي صبري، خليني أكمل كلامي. وأنا بصراحة خجلت يعني، أقول إن ما عندي فلوس، ما يصير. أنا وبعدني ولد سمايل وما عندي فلوس، ما يستوي، ما يصير. وأنت تعرفين الأصول، خاصة إن كنا جالسين في مكان محترم يعني. يعني الفلوس روحاً ما كذاك؟ كذاك؟ كلهن؟ ما علي خليفة، ما دام السالفة فيها شغل وأنت موعود بي حلال علي، والفلوس الله يعوضنا بيهم. خذ! أوه خليفة! أرجوك ما، الله يخليك، هذا ناصر ينهمني برا، أرجوك لا تفضحيني قدام أصحابي. أرجوك خليفة! أعطيك العافية. يا الله السلام عليكم. عليكم السلام، هلا ناصر، تفضل قرب. قريب، ما عندي وقت أقرب فيه، باغنك شوية. ماذا ما عندك وقت، ليش جاي عين؟ يا ود الحلال باغنك في سالفة، وأبغاك تو ترابع عن الخيب. زين تعال قول سالفتك داخل، لازم النخيل يعني. ما يستوي، وين باقي لي اثر واحد وروح اسقي، خلي لا تحق ربي خليفه الله يهديك. يعني حضرتك باغي تشتغل وتسولف عشان ما تضيع وقت. بارك الله فيك، وانت المتعلم مفروض تفهمني بهذا الشيء، الوقت ثمين، اوين الوقت ثمين يا خليفه؟ خلي حق ربي تراك. خل يلا قفل الباب. 240 ريال خيا. شوف شوف بيمع 40 ريال. خلاص غريب، خلا ربوا علي طير، خلا نبدأ المناداة. خلا وي بسم الله الرحمن الرحيم. آسف. نعم. هذا اخوي تعال شيء باقي لك كلمة راس. ان شاء الله. هو صغيرين. نعم. ديروا مالكم على الهوش. ان شاء الله. طول قاسم مو باغي يقول. شوف يا اخوي. نعم. انا باغي لك في كلمة راس. ايه. بس ارجو ان شاء الله الكلام اللي يكون بيننا ما حد يعرف عنه شيء. ان شاء الله حاضرين، قول مو باغي. شوف يا سيف. نعم. انا باغي اتفق معاك علشان ترسي المزاد علي. يا اخوي يا قاسم، ترى المزاد يصير في المنادى، هي نعم، وقدام الناس، ابو عنده اكثر يدفع. اسمعني اسمعني يا ولد الحلال، اسمعني ولا تقدر تسوي لك يني مني. انت تستفيد وانا بستفيد، ايش الغلط؟ فتح مخك شويه يا سيد، مدل مخك شويه يا قاسم. ما غلط لما الفايده تجيب الحلال وما تكون فيها لعب على الناس.
سمعوا سيفه وين لعب على الناس مو نحن قاسين نلعب الكوره يا ولد الحلال. ترى الحلال انت تنادي به في العرس وكل واحد يزايد منصوب. ابو مالك قاسم به ترى حالك ذاك مخليه منادى حقي بحلوه مسوي منادى. وعلشان كذي انا بزايد وبزايد وبزايد علين يعجبني السحر. ان عجبني السحر بنهسك ولا ان بعطيك اشاره بعيني. انت من تشوفني بمره اقول شلك البيع يا قاسم. لا 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 يا اخوي لا يا صاحبي هذا الكلام ما يمشي هنا يا خليفه. نعم. ترى هذا اللي قال تسوي ما عاقب حد في البلاد البر. كيف يعني؟ يعني حضرتك باغني اتصرف علشان خاطر وعيون ورضا الناس يعني، ولا باغني اشتغلهم في بيوتهم عشان تعجبهم تصرفاتي؟ انا اصلا لا فهمني، انا بصراحه ما فاهم. ذبحتني ناس وناس. زين يا اخي، حبي ناس وناس من اول ما طلعنا. خلينا الناس على صوب، خلينا الناس على صوب. عشانك يا اخي، عشان نفسك يا خليفه. الحين انت عاقبت انك حالتك بالطريقه هذه؟ عاقبت انك ايش في حالتي؟ مرتاح والحمد لله رب العالمين، ما فيني شيء. والله بنطيح. نعم كله منك بنطيح. انا ما اعتقد اني شاب معي الثانويه العامه، والمشكله الوحيده ان الدنيا ما مطاوعتني. بس نعم الدنيا الدنيا ما مطاوعتني. خليفة أنا عارف إنك طب زين، وعارف إنك زين، ولا تقوم تضحك على نفسك وقوم شد حيلك. يا الله الشدة بالله سبحانه وتعالى. شد حيلك ودور لك شغل حتى تنفع أمك، أمك المسكينة اللي خلاص خلاص تعبت منك يا خليفة، تعبت منك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ناس أصلا أمي لما تشتغل بخياطة الكمين ترتاح لخياطة الكمين، تتسلى بالخياطة. كيف تفكروا تضايق من الخياطة يعني؟ هذه راحتها وسلوتها الوحيدة. وبعدين أنا ما جابلين على الخياطة، مرتاحة يا لي شيء. مرتاحة؟ إيه مرتاحة. مرتاحة يا قاعد تشوفك يا خليفة، تشوفك أنت الوحيد اللي قاعد تشتغل في تشتغل عليك تخيط كميم وتشتغل عليك، وعنده ما عنده قاعد صرف عليك. عاجبت إنك حد كذا؟ إيه بدار واحد. إيه خرستني ترى. خرسه ما ضارع الماء. ما منك المتمدن مدد. وبعدين يا أخي أنت جايبني مجرجرني من البيت في المزرعة هني بس عشان سمعنا الكلمتين يعني؟ أنت تحسبني جاي أكلمك عن الموضوع اللي سوف مسقط ها؟ لا يا خليفة لا، هذاك موضوع وانتهى. وأحب أقول لك أن هذا الشباب اللي جالس تماشيهم هذي رباعتك ما منهم فايدة، بدر ورباعته شلة فاسدة، هذي الشباب ما المشاكل. يا أخوي ناصر إذا حصلت أنا شغل مناسب بشتغل، ماني ما بشتغل. لكن هنا الشغل هنا خبر. ومن اللي منعك انك تدور على شغل يا خليفة؟ من اللي منعك؟ ولا انك باغي الشغل يجيك الين البيت يقول لك هذا انا جيتك؟ لا يا خليفة لا، الشغل لازم تدوره وين ما يكون، لازم شوية نتعب حتى نرتاح. وربنا سبحانه وتعالى قال وسعوا في مناكبها، ما قال جلسوا في بيوتكم وتواكلوا. اسمعني انصروه. اسمعني زين، اسمعني، إذا ما عندك سالفة لا تعطلني ولا تعطل نفسك. سمع شوف شغلك أحسن لك وأنا بروح عنك خاطرك. وين رايح؟ تعال صبر بروح عنك. لكن كنا مرة الحين اللي سمعه يقول مرة خليفة إنسان مهم. طبعا إنسان مهم، عندي شغل. وبعدين أنت عندك حكي غير هالحكي هذي، خلصني. صبرت عليك وايد، أنا صبرت. عندي يا خليفة. استريح 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 هات استريح وشم لك من هذا الهوى النقي الطيب. اسمعني يا خليفة، أنا عندي قطعة أرض غبرة، كانت غبرة والحمد لله بالهيب والمسحة والزند الأسمر هذا اللي تشوفه قليته خضرة، وزرعت كل اللي بغيته فيها. متى الكذب هذا؟ متى؟ متى وين؟ لازم بتسألني متى؟ وأنت تعرف شيء عن رباعتك؟ ما تعرف شيء عنه أبداً. وليش بيعرفني يعني؟ إيش بيعرفني؟ إذا أنت طايح لي في المزرعة بيدار، وهذا خلوده صار حداد وسيفه دلال، وسليمان طايح لي في الجامعة، هي نتلاقى الحشاغر سوالف بعض. يا سيف يا سيف يا أخوي لا تضيع هذه الفرصة، أنت تستفيد وأنا أستفيد. بعدين أنت ليش زعلان؟ أصحاب الغنم ما من سمايل البر وما يعرفوا أسعار عرصة سمايل البر. لا 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 يا قاسم، هذا الكلام ما يصير. الحمد لله رب العالمين، أنا الله هادني، لو ما هادني كان سمعت كلامك وكلام غيرك وسويت بوت بغيون تو. اسمعني زين يا قاسم،
هذه السوالف ما أبغى أسمعها هنا، فاهم؟ ولا ترى والله العظيم فضحك قدام الناس وأخليك ما تدخل العرصة مرة ثانية، لا ذي العرصة ولا عرصة غيرها. يلا سير من قدامي أحسن لك، عنده شغل واجد. صلوا على النبي يا جماعة، عليه الصلاة والسلام. وهذا هو أبو فهد من الفقرة قدامكم. نعم كما تشوفوا. يلا مر خول سيف. نعم تعال بقى. فضل فضل أبو سليمان. ولد أبوك ود سمايل يا أصيل، أنت وأبوك صورة وحدة، أبوك عمره ما ذاق الحرام. وأنت كيف عرفت اللي استوى بيننا يا أبو سليمان؟ قاسم هذا معروف ما يدخل مكان إلا ويريد يسوي سوالف التعبانة هذه، يريد يلعب بعقول الناس. اسمعني أنت أبو في الفايدة يا خليفة، الأرض عمرها ما رفضت ولدها، وأنت ولد الأرض. ايش رايك يا اخوي انك تشتغل معي في المزرعه ونكون مع بعض؟ لا والله ايش ايش ما سمعت، انا ما سمع بيدار، انا اشتغل بيدار وبالمسحه والهيب وتحت الشمس؟ لا وتحت امر حضرتك انت؟ والله هزلت. نعم هزلت، هذا عاد اخرتها. شوف بصراحه انا ما ناقص اني عامل ولا شيء، انا يدين الهنتين هذيلا عن 10 عمال، لكن بس حاب اني اساعدك واساعد امك المسكينه. ناصر ارجوك لا تتدخل في اموري الشخصيه لو سمحت. سامحني يا خليفه، وانا بصراحه ما اريدك انك تفهمني غلط. لا 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 ولا يهمك، عادي ما في شيء. لكن اسمعني يا ناصر، اذا انت فعلا محتاج واحد يساعدك في المزرعه ويرتب لك امور هذه المزرعه ويوضبها، انا بجيب لك. صدقني أنا بجيب لك واحد متخصص في الأمور الزراعية. تجيب لي عامل ويرتب لي المزرعة؟ ومن هذا يا خليفة؟ كشور. هذا كشور؟ كشور وتسوي مثل تقلب راسك بعد كشور؟ ومن هذا كشور بعد؟ الله أكبر الله أكبر. هذا خبير زراعي، هذا متخصص في الزراعة، هذا يحب الزراعة، يموت في شيء اسمه زراعة. هذا اصلا من عائله زراعيه هذا؟ والله نعم والله. عامل اجنبي؟ لا 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 يا خليفه لا، الارض هذه ما حد بيشتغل فيها الا واحد منها، واحد من هذه الارض، من سمايل. بنطيح. نعم بنطيح، ما متعود على الفلك طيح، ايش نسوي؟ اسمعني يا حبيبي، هذا ما انسان عادي، ما إنسان عادي، هذا متخصص في الأمور الزراعية، هذا تعرفت عليه في مسقط، هذا خبير زراعة، خبير لا أنا ولا أنت نفهم مثله في الأمور الزراعية، صدقني. وبعدين يا أخي ما بتخسر شيء، أنت جيبه وجربه. والله أقول تسلم يدك يا خالد، تسلم يدك يا خالد. أحسنت يا أستاذ سيد. أستاذ سيد أقول أنا بكرة ما أقدر أجي الشغل. خير يا خالد؟ لا لا خير خير، طمن بس، أنا بصراحة رتبت أموري بالنسبة لمشروع المصنع. الله يوفقك يا خالد، وصدقني أتمنى لك التوفيق دائما. باكر إن شاء الله بروح أقابل سعادة الوالي وأكلمه في المشروع. وهين ناوي تسوي المصنع؟ هو ما مصنع مصنع، هو يعني شبه مصنع، وناوي أسويه في المنطقة اللي بيخصصوها هم، بس شيء أكيد إنه بيكون بعيد عن المنطقة السكنية. وبصراحة أنا في بالي قطعة أرض ممتازة، وناوي أطلبها من الوالي نفسه علشان يساعدني ويعطيني إياها. يعني بتتوقف عن الشغل معي يا خالد؟ لا تخاف يا أستاذ سعيد، أنا معاك لين ديك اليوم اللي أقدر أباشر فيها عملي في مكان. تو أنت رتبت أمور هذا المشروع زين يا خالد؟ أكيد يا أستاذ سعيد، هذا هو حلمي من زمان. ولا أنا أصلاً ليش تخرجت معهد تدريب مهني؟ زين والله كلامك زين. إيه نعم، أنا لازم أستفيد من تشجيع الحكومة للخريجين. قل لي كم يكلفك هذا الشغل كله؟ الحمد لله رب العالمين، كل شيء ميسرت لنا الحكومة، تعطينا منحة غير مستردة وتعطينا قرض بدون فوائد، يعني إجمالي المساعدة من قبل الحكومة 80% من قيمة المشروع. ها 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 ها، هذا أنت خليفة؟ نشوف قدامك، يعني نشوف قدامك طبعا خليفة، تبغى تشوف انت؟ وبعدين انا دائما خليفة.
الناس يعني يقولوا عنك مسجون؟ هي يقولوا هي مسجون. وطلعنا في شيء ثاني؟ يعني خليفة الكلام اللي سمعناه صحيح؟ هي صحيح. دائما تتبع الخبيرات هذه. صحيح ابوي سمعته، مشكله بسيطه وخلصنا. وبعدين يا خلفانوه السجن للرجال. ابو وابو يعني يقول السجن للرجال. يقول اسمعني خليفه، تو انت بهذيك اليوم يوم شالينك الشرطه ممكن تسوي تسكعت. وش اسمها؟ تسكعت. شكعتي خليفة كيك انت شاكع في بير منبا غبي خلف ما تحل برد تسكعت. كعت ما قلت سكعت يا غبي. بابا تسكعت. خمسين خمسين وصلوا على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد. قال خمسين قال خمسين وسمعتوه. حد يزيد على خمسين؟ حد يزيد؟ حد يزيد؟ حد يزيد؟ أقول بسليمان نعم مبروك عليك الهوش. صغيرين ركبوا الهوش في سيارة بسليمان. خلاص خلاص صغيرين تحركوا تحركوا. يلا بسليمان يلا بقى. يلا يا أبو شل شل يلا شل 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 يلا عاشوا عاشوا. كبا كبا الله توكل على الله. يلا 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 يا سيدة في السيارة. أنا في السيارة. أنا في السيارة. تعال هنا يا إبراهيم. تعال هنا. تعال شل شل يا عبد الله. يلا يلا ابو شل شل قواكم الله. عاشوا 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 قواكم الله. يلا 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 توكلوا توكلوا توكلوا. هيا 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 بسرعه. اسف. ها خليفة اشوفك ما شاء الله اليوم في العرس بعد غير جو غير جو. اوه لعوده حد يغير جو في العرس. الناس يسيروا الفلك يسيروا الوادي يسيروا المزارع يغيروا جو. هذا مكان شغل ود الحلال، مكان ارزاق ناس، واللي يشتغل يستاهل يا خليفه. انا بسالك انتوا ناس ليش هادين هذه البلاك هذه؟ انت ايش فيكم على يطيح يطيحه؟ توني قبل شوي كنت معه وهلكني نصائح وارشادات، قلت يا جماعه كنت طلعت انت اخس منه؟ ايش الحاله هذه؟ ذبحتوني. عفا عليك يا خليفه. احنا ما نقول هذا الكلام الا عشان مصلحتك، صدقني. صدقني احنا نبغى لك الخير. تاركين العرصة ولا في ايش بعده؟ زين تشتله خليفة. انا داخل العرصة انت في وجهي طالع بعد فجأة تريد. إلهي الله ما باغي منك ابوي شيء، بس ابغى منك شيء واحد بس. قول لي خليفة، تودي تسكع ابو قلت لي اياها فيها خردة وما فيها؟ لا في فريق ده خليفة شير؟ مالك؟ أقول تو خليفة قال لي كلمة عوين سماها تسكع. مو معنى هذا شير؟ وحني ما فاهم منها؟ يعني ما فاهم كلمة تسكع يا خلفان؟ ها فاهم منها. التسكع معناها يا خلفان ذي الكلمة مو معناها تعرف؟ يعني الناس اللي ما عندهم شغل، البطالية ذيل أبو يقولوا عنهم، وما عندهم شغل عاطلين، هم ذيل أبو يتسكعوا من مكان لمكان ومن سكة لسكة. تسكع معناها يعني صياعة بدون عمل. شوف انت الحين انا فهمت. المهم انت خلينا من خليفته، مو اخبار الخرادة معك؟ والله الحمد لله رب العالمين يا سيف يا اخوي. اليوم الله تعالى رزقني فايدة ريال ونص حلال زلال ومن عرق ذا القبين ذا. أدل؟ أنت يا أخي جلس أدور عليك من الصبح أنا. أنت؟ إيش معنى يعني جاي تدور علي هنا بالضبط؟ يا أخي صديقي وحبيبي دورت عليك يعني مشميت ريحتك نوجي. ولا ما بغنى أدور عليك يعني؟ إذا ما دورت عليك أدور على من يعني؟ ها؟ وبعدين جلستك هني وشربك للعصير و يعني شيء واحد يعني ان الكيسه متروس اليوم صح ولا لا؟ ولا منين لك العصير هذا؟ مو بشرب انا باب شوي شوي في ضرب انا في شرب اطلب ولا ما اطلب؟ ها؟
طلب ترى ما عندي ولا بيسنة. اوه طلب طلب يلا. جيب اسير فريد جوز واجد زين ها؟ وهات لي بعد الله يسلمك. بسك انا جوعان ترى. بسك ما هي عصير ماشي اكثر. بس عصير؟ لا يلا. زين. خلاص فريد جوز يلا بسرعة كوكلي ها؟ الا ما خبرتني من هين لك هالفلوس هذه؟ الله يخلي الوالد جبته دائما متروسه. على فكره ما تخلى البر. تعال على سيره الوالد. ايش سوى ابوك ابوك عن العشرة ريالات ابو والهفتهن؟ ايه ابوي قلبه طيب يزعل بسرعه ويرضى بسرعه. قلبه بارد بالمره. وبالمره سامحني. زين وعلى اللي صار في مسقط؟ لا 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 الا هذه عاد. هذا ابوي يبغى لها اسبوع على الاقل لان المساله كان فيها سجن. زين خلينا في الجد الحين. خلينا في الجد. والله يا بدر ترى انا باغي فلوس. بغيت فلوس ها؟ بس خلاص انا فكرت من زمان كيف نقدر نترس جيوبنا فلوس. كيف بدر كيف؟ قول. قلت لي كيف ها؟ اخ يا خليفة اخ لو عندنا راس مال كان استوردنا عمالة وافدة بالفريفيزة. يعني نجيب لنا كم عامل كده ونوزعهم في البلاد ونخليهم يشتغل على كيفهم ما نسأل عنهم. وفي اخر كل شهر ناخذ من كل واحد 20 ريال. هذا ابو يسميوها الكوميشن. واحنا مرتاحين وحاطين الرجل على رجل لا دواره في الشمس ولا وقع في الراس. كيف يعني نستورد عمال ريفيسا؟ اقول شباب نعم. اليوم خليفه مر علي الورشه هيه. وقلت له يجي يسهر معنا لكن لحد الحين اشوف ما وصل. الله يهديك يا خالد. بس انت طيب وعلى نياتك تو انت بلاتن عليك تبغى هذا كما خليفه ذا يجي يسهر معانا. احنا ناس نتكلم في الشغل وهذا الانسان ما مال شغل البر. صحيح ناصر انت سمعت انسان عاقل ياخذ من امه اللي ما حيلتها شيء 60 ريال ويصير يصرفهن ليله واحده في مسقط؟ صحيح. ما مجنون ده؟ ما مجنون؟ مجنون 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 ونص. خلفان اللي هو خلفان اللي يركض في السوق من الصبح علينا الليل واسبوع كامل ما يجمع 60 ريال وفوق هذا ياخذ نصيبه من الناس وهم راضين لان انسان يحبوه ويحب الشغل. هي نعم. أقول يا جماعة نعم. أنا عندي رأي بالنسبة لأم خليفة هي. إيش رأيكم لو كل واحد منا يدفع 10 ريالات ولا المتيسر ونجمع هذه الفلوس ونوصلها حال أم خليفة بدون ما يدري خليفة والناس لبعضها والتراحم مطلوب يا جماعة؟ نعم صح كلامك صح. نعم إن رأي زين. وبالنسبة لي أنا بكلف الوالدة أنها تقوم بتوصيل هذه الغوازي حال أم خليفة وتهدد عليها أن خليفة ما يعرف عنه شيء ولا ترى غوازي وغيبة. نعم. هي نعم. أما رأيك زين يا ناصر وهذه لها 20 ريال مني أنا. جزاك الله خير يا خالد والنعم فيك. والله والنعم فيك. نعم الله يخليك. كنا حد يضرب لها. أظن هذه دقة خليفة. أظن بروح أشوفها. شوف روح. زين زين زين. خلوت ساعة على الباب. شوي شوي زين شوي شوي. شو أخبارك؟ الحمد لله إحنا صارنا ساعة ننتظرك. شو ناصر عليه؟ موجودين. مرحب مرحب خليفه. هلا باه هلا باه رباه. هذا خليفه وصل. تعال رب قرب غدا جالسين احنا ساعه ننتظر. بالخير مرحبا الله بالنور والسرور. ايه جالس يرن موز سيف يابا على القناه. اليوم بيفوتك بيفوتك هذا صغير فرض مسوار ركعه. الحين وين انت؟ ساعه واحنا ننتظر. اصلا انا عارف انكم متجمعين مع الاخ خالد. زين زين. ومتاكد بعد انك انت سيف جالس تحش فيني انت. شوف انت عاد شوف خليفه عاد. لا ناس ما تعرفون الغيبه حرام والله العظيم حرام. الغريبة فيه انه يعرف اصول الحياة نظريا لكن عمليا الله يهديك يا خليفة. والله اصدق والله اصدق يا خالد بهذه الكلمة. اما انك توفقت عمليا صح صح. سمعوني زين انا تراني جاي اسهر معاكم زين وخلونا نجلس معاكم بالزين والاحسان ما بسوالف شغل وما شغل. هذا السوالف اللي تعور الراس. اي نعم ترى والله اذا جبتوا سالفة الشغل وانا جالس معاكم تعرفوا ايش بيصير؟ ايش بيصير يعني؟ بزعل
أقول ناصر أشوفك ما تأخرت في سهرتك. السهر ما منه فايدة يا أمي. وبعدين سهرة فيها خليفة اللهم من عاذر منها، هذا إنسان فاضي وما عنده شغل وأنا عندي أشغالي. زي يا ولدي قول لي، هو تو ندمان على اللي سواه واكيد؟ أوين ندمان؟ ندمان أي ندمان؟ هذا ما يعرف يندم، هذا إنسان غريب وعجيب وعنده أفكار غريبة وعجيبة. تعرف مو قايل يوم ما؟ قال لي أوين بيجيب لي خبير حال مزرعة يساعدني في المزرعة. أوين خبير وعنده خبرة كبيرة في الزراعة. خبير؟ يقول خليفة وحدي مستعجب من هين يعرف كل هذه الأوادم. زي يا ولدي من دام تقول إنه يعرف خبير، ما عليه ما فيها شيء، نحن محتاجين حل واحد مثل كذاك. هي بس هذا خبير أجنبي عامل وافد. وافد وغيره يا ولدي، من دام تقول إنه خبير زين بيصلح لنا المزرعة ويخليها زينة، ما عليه. لكن يا أمي لا تسوي لي فواد وفويد، أول أنت جيبه وشوفه وما خسران شيء. والله هذه أنا مو رايش في اللي سمعتيه. أنا أقول يعني شوفه يا ناصر ما خسرانين، تراه خبير ما أظن يضيع، وبعدين أنت موجود معه. وفطيم مو تقول فطيم. أنا أقول يا أخوي نحن ما عندنا رزق إلا هذا المال، وإذا كان الخبير بينفع المال لا تضيع عنك الفرصة وتخليه يروح عند غيرك. والله عاد الحقيقة أنا بس كنت حاب أسمع رأيكم، وما دام سمعت رأيكم وعرفته فتوكلنا على الله. ها خالد إيش اللي تريد تقوله يا ولدي؟ تفضل. أمي. نعم أبوي. أريد أخليك في الصورة، يعني أريدك تعرفي كل صغيرة وكبيرة عن مشروع الجديد المصنع. الله يوفقك يا ولدي وينول لك مرادك. قول آمين. آمين يا رب العالمين. آمين. ما تذكري لما تخرجت من معهد نزوة للتدريب المهني؟ أتذكر يا خالد أتذكر. أنا يا ولدي أتذكر كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة مرت علينا بحلوها وبمرها يا ولدي. ما نسيت يا أمي، ما نسيت يا أمي لما قلتي لي يا خالد إذا تريد تسوي شيء نفعك بعطيك صوغة بيعه. ولين اليوم يا ولدي، لين اليوم أنا مستعدة حالك وخدمك من عيوني هذه الثنتين. الله يسلم لعيونك يا أم خالد. البني آدم يا ولدي لازم يسعى في الدنيا، يكافح ويشقى ويتعب حتى يكسب رزقه من عرق جبينه. إن شاء الله برجع لك كل شيء بعتيه من صورك يا أمي وزيادة بعد، وخليك تبيني للحريم إنك ما محتاجة لشيء وعايشة بخير. الله يخليك يا ولدي، أنا اليوم غير عن أمس، انت كل ذهبي وحياتي يا خالد. الله يبارك فيك يا الوالدة، الله يبارك فيك يا الوالدة. يا ولدي الناس يضموا الذهب للحاجة ولما يحتاجوا له يرجعوا له مرة ثانية، بس انت كل ذهبي يا خالد. افديش بروحي يا امي، افديش بروحي، ترى اللي خطف علينا زمان ما شوية، انت تعبتي كثير يا امي، تعبتي وتعذبتي عذاب. عذاب. سمعيني يا مريم وانتي، سمعيني، لا تفتكري انش بتطلعيني من بيتي وبتستمتعي فيه، لا، ولا تظني بتاخذي زوجي مني. يا بنت الحلال، يا بنت الحلال، انا ما باغية اتزوج لا من زوجش ولا من غير زوجش، انا باغية اربي ولدي، نعم باغية اربي ولدي، وما باغي غير الستر من الله. صلي على النبي يا حرمة. سمعي، لا تسوي عمرش مسكينة، أنا عارفش زين، سكينة وسكينة قاطعة، تبغي تسوي كم المثل اللي يقول تمسكن تمسكن أنا انت مكن. يا نصرة يا نصرة، أنا ما جيت من إسكلس مايل طبعان بشي، حشا والله صدقين إني ما طبعان بشي، لكن إحنا ما حد بقالنا في هذه الدنيا، أنا وخالد وحدنا، ومن بيراعي غير عمه؟ هو اللي راح يراعي، هو اللي راح يشوف عليه. جمعة جالنا لإسكي، نعم جالين إسكي، وشار علي قال لي تعالوا عند إسماعيل، أنا بربي ولد أخوي وأنا اللي بخلي بعيني لأني أنا اللي مسؤول عنه. سمعوا سمعوا التملق يا ناس، سمعوا سمعوا التقتيلة، سمعوا سمعيني، آي سمعيني زين، سمعي أنا عرفش زين، عرفش تسوي نفسش مسكينة علين كلهم يعزوش. وجمعة جمعة ما أظن قالش تعالي أنت والولد مزكي، لا هذه أنت اللي عقى عمرش علينا، أنت تبغي تأخذ الرجال مني وتتمكني فيه.
استغفري ربك يا حرمه ولا تقولي هذا الكلام. انا جيت من اسكل اسماعيل عشان اربي ولدي وعشان يكون قريب مني. سمعي، اذا كلامش صح كان جمعه ما اهتم بخالد اكثر من اولاده، ولا اهتم فيش انتي اكثر مني انا. لكن لا لا حبيبتي لا، هذا البيت ما بتجلسي فيه ولا دقيقه، فهمتني يا بنت الحلال؟ اذا طردتينا هين بنصير انا وولدي؟ خبريني هين بنصير؟ والله ما اعرف، هيك ما تبغي تصيري تصيري، ما مسؤوليتي انا. لكن هذا البيت ما بتجلسي فيه ولا بخليش تاخذي زوجي مني وانا اشوف عليش، فهمتني؟ والله ان ما بخليش تاخذي، واللي يستوي يستوي، فهمتني؟ ماما ماما ما. الله يسامحك يا نصرة، الله يسامحك. أمي أمي بعدين معاش، يا ريت ننسى اللي راح. أيوة يا أمي ننسى اللي راح، أنت صبرت على المر وعلمتيني كيف أصبر عليه. أنت يا ولدي انظلم وما عشت مثل الأولاد اللي بسنك. المهم إني عشت، عشت يا أمي، عشت ونجحت، ومن بكرة إن شاء الله بروح أقابل سعادة الوالي علشان أبدأ في تكوين شغلي الجديد. المصنع يا أمي، المصنع. وكم بيكلفك هذا المشروع يا ولدي؟ والله يا أمي الحكومة بتساعدني كمنحة تشجيعية بأربعين في المية، وأربعين في المية قرض بدون فوائد، والعشرين في المية الباقيات بتحملين أنا. السلام عليكم خليفة. السلام. ها فالناصر. نعم تفضل تفضل، نضرب فنجان قهوة مع بعض. صدقني ترى قهوة الوالدة موصوفة تعدل المخ. أحسنت يا خليفة أحسنت، عندي أغراض ولازم أوصلها البيت الحين، مستعجل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد يا رسول الله. ناصر تدوم مستعجل أنت؟ أنت دوم مستعجل؟ أشغال يا خليفة أشغال، ما فاضيين. عن إذنك نتلاقى بعدين إن شاء الله. إياك. صحيح خليفة، تذكرت أنا تراني فكرت في موضوع الخبير. كفو عليك. أوه كيف هز، والله كفو عليك. أنا كذاك أبغاك أصلا، المفروض من أول تسمع كلامي، لأننا دائما على صواب، دائما على حق. خليفة خليفة لا تقوم تلوعني بهذا الكلام الفاضي، لا تقوم تلوعني، ما صدقت قلنا لك فكرنا. قل لي متى أقدر أشوف الخبير؟ إيه بس اسمعني يا ناصر، إذا فعلا أنت ناوي تشغله أنا ترى أنا بجيبه وبعرف كيف أحصل عليه، وإذا ما ناوي لا تخليني عني بالرجال يجي لحد هني وبعدين ما يحصل شغل وتفضحني قدامه. إيه ترى هذا خبير، خبير ما إنسان عادي هذا. خليفة خليفة أنت تعرف هذا الرجال زين ما زين ولا بس كذاك مجرد كلام؟ سمعت ناصر هذا كلام هذا، كيف ما أعرفه بعد؟ يا أخي صديقي وحبيبي وأخوي، يعني تباني أغشك يعني؟ أعرف زين، وبعدين أنا دايما لي معارف خبراء. زين إذا تعرف مثل ما قلت وتعرف أن رجال زين فخلاص خبره خلي يجي، يمكن المزرعة على يدينا بتكون أحسن من كذاك وبتنتج أشياء زينة. لا بتنتج بتنتج إن شاء الله وعلى يد الخبير بإذن الله، ما يهمك أنت. عموما أنا بتصل فيه اليوم، وإذا حصلته باكر إن شاء الله بيكون عندك. هلو هلو، اي من انت؟ كومارت ها؟ صديق كاشور زين، وين كاشور؟ الله يخليك، روح نادي بسرعه، قول له باغني خليفه في شغل ضروري، يلا بسرعه جلدي جلدي. الو ها كاشور، انت كيف حالك؟ الحمد لله بخير، مبروك مبروك يا كاشور، حصلت لك شغل مناسب. نعم شغل مناسب، ما قلت لي انك خبير في الزراعة وتفهم في السوالف هذه؟ خلاص ممتاز، خلاص اسمع كاشور اسمع، ايه بسك بالضحك انت العين. اسمع، بكرة الصبح الساعة 9 الصبح ان شاء الله تحصلني عند محطة الباصات في سماعيل. Thank you.
أرباب كليفة، أرباب كليفة. السلام عليكم. السلام. هلا هلا هلا. كيف حالكم أرباب كليفة؟ كيف حال صحتكم؟ أنت والله العظيم فاقد فاقد مزبوط أرباب كليفة. أرباب كليفة، أنت في حصل شغل مشاننا؟ ايش هالشيك يا شور؟ ها؟ ايش مسوي في عمرك؟ ايش لابس؟ تمام. شو ها؟ ها؟ ما شاء الله ومهل لك ها؟ منين جايب لنا هذا؟ لا ونظارة وعالم. ما شاء الله كاشور، حصلنا لك حبيبي، حصلنا لك شغل مناسب في مجال تخصصك. ما قلت خبير زراعة؟ ما يحتاج، مرة في نفس المجال. لكن عاد كاشور باغي منك 20 ريال. 20 ريال؟ ليش أرباب كليفة؟ كيف ليش بعد؟ كوميشن، كوميشن يعني كوميشن. بزنس از بزنس، صح؟ صح يا كاشور يا حبيبي، أنا جايب لك شغل مناسب، شغل ممتاز، خبير زراعة، وبعدين رايح تشتغل في مجال تخصصك. أيوة، أنا في شهادة من يونيفرسيتي، جامعة. تدفع لي الحين يا كاشور 20 ريال، وحالاً بوصلك للشخص اللي بتشتغل معاه. يا إلهي يا إلهي، 20 ريال من شان أنت، و40 ريال من شان كفيل فاجد. يا كاشور يا حبيبي، لو تروح تلف على الشغل وتدور عليه صدقني بتدفع 200 ريال وممكن أكثر بعد، ويلا يلا تحصل. وبعدين كاشور أنا أبيك تدفع لي كوميشن مرة واحدة، ما مثل الكفيل الشهري. كفيل؟ كفيل مالنا، كفيل مالنا كل شهر وكل شهر 40 ريال في جيل. أعرف 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 أنك تدفع كل شهر، لا تقولي. لكن اسمع يا كاشور، تختار واحد من اثنين، يا إما تدفع لي الكوميشن 20 ريال الحين، ولا ترى والله والله يا كاشور بردك لمسقط وفي نفس الباص اللي جابك. لا 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 لا، أنا فيدفع فيدفع فيدفع. يلا نشوف، يلا عاش كاشور. ايش حاط خزنه هنا؟ خلصنا؟ خزنه 20. مرحبا كاشور، سلم عليك. احسنت بابا، احسنت خليفه، احسنت بدعيك، احسنت مبروك، احسنت مبروك خبير. ان شاء الله خير. شوف فير اتكلم. ايوه ايوه، هدوء هدوء يا جماعه الخير، هدوء. وين سالم؟ هدوء. خبيره بيتكلم. ها تفضل تفضل تفضل. واه واه واه، اي والله واه واه واه، هذا مزرعة فاجد زين. السلام عليكم يا أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله. ها خالد، توفقت؟ الحمد لله رب العالمين. أنا لقيت الوالي وحصلت كل التسهيلات والتسجيل. بالمناسبة كتب لي مذكرة توصية للمسؤولين بخصوص هذا الأمر، وربنا الميسر عافيك. موفق يا ولدي، استاهل يا خالد. اسمع يا كشور،
حتى يكون ما في مخالفة للنظام والقانون، أنا إن شاء الله بعد كم من يوم بنقل كفالتك من أربابك القديم على كفالتك. حلو. نعم. حتى يكون تشتغل معي هنا في المزرعة بدون مخالفة وحسب النظام والقانون. تمام صحيح. تمام. ايه. تمام. ما صار يقول هذه مزرعة هي زين. لكن هو صراحة يريد فاقد تعديل. تعديل. نعم. أنا يخلي مزرعة هذه فاقد زين إن شاء الله. أكيد. شاء الله. كلام صحيح. يخلي خضرة مع البلد كله مني داخل المزرعة. إيه كشور هذا. إن شاء الله إنه هذا الخبير بينفعنا. أكيد. نعم. لأن إحنا في الحقيقة يا أخوتي محتاجين لثمار زينة. نعم. ومحتاجين لواحد عنده فكرة في زراعة الخضروات والفواكه. مثل كشور. إيه نعم. أربعة بناصر. نعم. يا جماعة. هذا جبل. إيه؟ هذا جبل لازم فيه زراعة. أيوة فيه زراعة. في بلاد مالنا جبل مثل هذا لازم فيه مطروس خضرة. خضرة. أيوة. معنى كلام الخبير كاشور إن هذا الجبل لازم ينزرع. يا جماعة حرام ما يستغل. بابا 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 هذا الحجر القوي كيف تبغى يطلع منه الزرع؟ صدقة؟ أيوة أرباب. في بلاد مالنا شجر يطلع في كل مكان، في جبل، في هسا، في رمل، في كل مكان. يا جماعة الخير، ترى العلم والخبرة لهم دور مهم في تطوير الزراعة، وانتوا عاد شايفين بلدانهم في التلفزيون كيف خضراء. والله لو نلقالنا كمين نفر مثل كشور الخبير هذا كان بينفعونا واجد، وما ظنينا بيبقالنا شيء وما نزرعه. والله كلامك صحيح. فعلا أرباب ناصر، أنا في موافق يشتغل عند أنت من زمان، لكن يعني عفوا يعني أنت ما في قول يعني كم فياتي فلوس. والله يا مستر كشور أنا بعطيك حالي حال جماعة مثل ما يعطيهم 60 ريال. ها مو قلت؟ إيش هذا كلام أرباب ناصر؟ 60 ريال هذا من شان عامل صغير، ما من شان خبير كبير مثل أنا. أنا يقول 100 ريال زين، هذا بس من شان أرباب خليفة صديق مالني، وانت بعد أرباب ناصر صديق. والله كلامه صحيح يا ناصر، الله يهديك. بس براتن عليك، خبير خبير مثل كاشور أعطي 60 ريال حرام. خلاص مدام انك تعرف خليفة زين ما زين وأقلال العم حمود بارك الله فيك والجماعة الحاضرين خليناهم 100. ها مو قلت؟ وبعدين احنا بنحتاج لك يا الخبير مرات عديدة. اي نعم. نعم. واللي الله تعالى ميسر لك اياه بنعطيك اياه. صحيح. قوم من فضلك معي قوم. على وين بطالب؟ على وين؟ يا جماعة الخير بروح اوديه يشوف الادوات الزراعية اللي نستخدمها معانا احنا في الفضل. زين. شوف انا لما كنت في بلاد مالني كنت فاجد نفر كبير. الله اكبر. أيوة. ما شاء الله. حتى أيوة. حتى باين من الكوت ومن هالخيط معرفة. حتى كله نفرات من هناك من بلاد مالني. نعم. يجي تعليم زراعة من عندنا. شوف انت. أيوة. نعم. طريقة صحيحة. طريقة ممتازة. ما شاء الله. طريقة فاجد زي. ما شاء الله. ما شاء الله. اما اسمين يا جماعة ترانا ان شاء الله متوفقين مع هذا الخبير. ان شاء الله. يا عم محمود. احسنت يا خليفة. احسنت يا مدعي. احسنت. مستر كشور تفضل معنا. خليفة تعال معنا حتى يكون تفاهم. ضروري. اشرحك معي شوي برد لكم ان شاء الله. تفضل تفضل مستر كشور تفضل. حياكم حياكم. الولد طالب انا اياكم خبير ما لعبة يا عم محمود. نعم نعم. عنذركم عنذركم عنذركم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. سمعوني يا جماعة سمعوني. أنا إذا شفت إن هذا الخبير جابنا منفعة ها أخليه يجيب لي واحد خبير نعم يعرفه أحسن لي على أدفع 20 ريال حال استشارة واحدة. 20 ريال الخبير؟ إيش يقول لك سوي كذا ولا كذا؟ بصراحة مبلغ وايد. هو صحيح واجد يا أخوي، ولكن حتى تكون زراعتنا أحسن من كذا لازم نتحمل. تفضل تفضل مستر كشور تفضل تفضل خليفة. إيه نعم تفضل. يتفقد ما يشوف خليه يشوف شيء ناقص ولا شيء. ما أعتقد شيء ناقص يعني. هو بيعرف المسحة والكيول والمجز موجود يعني. أقول ناصر هذا من زمان السطح هذا ما فقحتوه. إن شاء الله بنسويه ما حصل. ها مستر كشور في شيء ناقص ولا شيء؟ لا 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 كله تمام كله زين. كله تمام. الحمد لله الحمد لله. لكن ويعرف شغله. ليش شوف نتفحص. أرباب ناصر. نعم مستر كشور تفضل. أنت يريد يبنى غرفة داخل المزرعة؟ لا أبدا ما باغي أبني لا حجرة
ولا قرفة على قيلتك. ليش مستر كاشور؟ انت ليش يخلي السمنت هنا؟ وابوها خليفة؟ فضحنا. مستر كاشور؟ نعم. هذا باء ما اسمنت، هذا هذا سماد. سماد. هذه حكايتنا لكم، نحيا بخيط من الأمل، بس الأمل بشروط جد واجتهاد وعمل. هذه حكايتنا لكم، نحيا بخيط من الأمل، بس الأمل بشروط جد واجتهاد وعمل. اسلك دروب الخير بتسير دربك بالسهل، والشر عمره ما يدوم طال حبله أو قصر، طال حبله أو قصر. وانت يا ابن آدم تختار، تختار بين الدربين، ربك عطاك العقل والسمع والعينين، هذه الحياة. ما عيب نسعى ونجتهد، وما عيب نغلط أو نعيد، بس عيب لما نعتمد ويكون أمرنا للبعيد. ما عيب نبدأ من الصفر، بالصبر يكبر كل صغير، من عود كان أصل الشجر، وبالعزم كل طاير يطير. واحنا يا ابن آدم نختار، نختار بين الدربين، ربك عطانا العقل والسمع والعينين، هذه الحياة.